أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في ربط جملة الله أكبر في الأذان بالثانية فتصبح جملة واحدة؟ الأذان 15 جملة لا يربط بعضها ببعض، كل جملة تكون منفردة عن الأخرى، تكبيرات تفصل كل تكبيرة عن الأخرى، هذا هو الأكمل والأحسن. وإنما يقرنونه الآن من باب التلحين والتطريف، وإلا لو فصلوا كل جملة لكان هذا هو الصحيح، وهذه هي الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.